يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحجج بالقدر في كل أمر سواء كان خيرا أم شرا يعد أمرا جائزا؟ لا، في تفصيل. الاحتجاج بالقضاء على المصائب هذا واجب، إنك تحتج بالقضاء على المصائب من أجل أن تصبر عليها، وتقول هذا بقضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل. أما على الذنوب لا، ما تحتج بالقدر، لأن الذنوب من فعلك واختيارك أنت، والله قدرها عليك عقوبة لك، لأنك أنت الذي اخترت المعصية وتركت الصلاة وأكلت الحرام باختيارك، فالله قدر عليك ذلك عقوبة لك، فأنت تحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي ليس لك فيها اختيار. وأما الأعمال التي لك فيها اختيار ومشيئة فلا تحتج بالقضاء والقدر، ولكن عليك التوبة إلى الله عز وجل، وأن تلوم نفسك، أن تلوم نفسك وتوبخها، لأنك أنت الذي فعلت هذا الشيء باختيارك ومشيئتك. أما المصيبة ليس لك فيها اختيار، هذه بقضاء الله وقدره بلا شك. ولهذا يقولون عبارة مجملة طيبة: يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. هذه قاعدة. نعم.